كتاب ربي الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصنات ممتعات. كتاب ربي الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصنات ممتعات. قطوفها دانية ثمارها يانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجسد. معنا درس اليوم ان شاء الله عز وجل بعنوان تفسير سورتي قريش والفيل. تفسير سورتي قريش والفيل، هنقرا مع بعض السور بطريقه جميله كده يا شباب وصوت طيب. يلا هات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا الفيل. عايزين يا شباب نعرف موضوع سورتي قريش والفيل. موضوع سورتي قريش وليه يا شباب؟ والفيل. طيب مجموعة التحدي ايه؟ كمان هم تبقى السؤال على الكورة. اذكر موضوع سورة قريش. يلا كان سورة تجارة. هم ممكن ها؟ كان سورة تجارة شيء سيء شيء. كان مجموعة الصدارة على هذا الكلام صحيح يا شباب؟ طيب سورة قريش الإعلان، أرسل الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل هذه السورة العظيمة على رحلتين، قال الله تعالى الشتاء والصيف. أنا عايز أعرف من وقت التحدي يا شباب، رحلة الشتاء والصيف كانت فين؟ أهلاً بينا يا أبو الأستاذ. يلا يا شباب سريع، كان سريع. اقرا السؤال وعرفت فيه الإجابة. يلا. رحلة الشتاء كانت في اليمن، رحلة الصيف ممتاز. من مرة الصدارة هذا الكلام صحيح؟ صحيح يا أخوكم يا شباب. ممتاز يا شباب. طيب نبدأ نتكلم عن تفسير سورتي قريش والفيل.